شوفوا بقى، هو ده اللي هيجي منه الامتحان. لا طبعا، انت بتقولي ايه؟ الدكتور قال المبدا كله ملغي والفصل ده مشطوب. يا بنتي المعيد بنفسه هو اللي قال الكلام ده، قال انه هيجي سؤال اجباري من الفصل ده. طب وبعدين بقى يا جماعه، يعني هم هيعاندوا بعض ولا ايه؟ الدكتور يقول ده ملغي والمعيد يقول هجيب منه سؤال. طب والعمل؟ شوفوا هو مفيش غير حل واحد. ايه رايكم نطلع للدكتور؟ صح، هو ده الكلام المظبوط. يلا قوموا بينا نطلع للدكتور قبل السنه ما تضيع علينا. يلا. صباح الخير. اهلا، صباح النور يا طارق. طب بصي يا حبيبه، خليك انت واحنا هنطلع للدكتور. ماشي. ايه في ايه؟ بتبص على ايه؟ على ابي حسام. طب وايه اللي هيجيبه معايا؟ عادي يعني، ما انتوا على طول مع بعض. ده هزار ولا؟ لا لا حقيقي انا بتكلم جد، انا خايفه فعلا. طيب ما بدل الخوف والقلق ده كله ما تكلميني. امتى بس؟ امتى ايه؟ كنت بتتحججي ان مدام هاله في المستشفى وهي خرجت بقالها كام يوم. يعني هي خرجت سليمه؟ ما هي راقده اهي في البيت. وبعدين انا مش فاهمه انت مستعجل قوي كده ليه؟ عشان القلق والخوف اللي بيحصل لك ده كل ما تشوفيني وتقعدي تتلفتي يمين وشمال، وبعدين عشان اكلمك في التليفون براحتك. طب وانا هعمل ايه بس؟ ما انت عارف امتحانات الترم قربت اهي. طب وايه يعني؟ وايه يعني؟ ده انت قصدك بقى تعطلني عن مذاكرتي، ومش بعيد كمان تقولي اقعدي من الكليه وربي الولاد، وبالمره كمان تخيطي لي الشرابه. وفي ايه لو ده حصل؟ انا كنت فاكرك تتمني ده. ايه ده ايه ده يا ست النقيب؟ انت هتتأمر عليا بقى ولا ايه؟ لا لا لا، انا الكلام ده ما ينفعنيش وما يعجبنيش كمان. ولا يعجبني انا كمان. طارق طارق، ايه اللي حصل؟ احكي لي. جيت اكحلها عمتها. مفيش مشكله سسوه. يعني هتنفذ طلباته يا إلياهو؟ عندك حل تاني؟ طب هو مش هينفذ الاتفاق غير لما يضمن الأمريكاني بين إيديه ويطمن. يبقى لازم تبعتيه قبرص، والتفاصيل أنا هنقلها لك. ساوميه شوية على الفلوس. قوليله لما تروح قبرص والنتيجة اللي هنوصل لها أنا هبلغك بيها، وما تعمليش أي حاجة إلا ما التعليمات توصلك. شالوم. أنت يا بنت أنت متخلفة؟ واضح كده، ما أنا دايماً قبل هلا بتقولي الحكاية دي. ده أنت ولا على بالك. يعني عايزاني أعمل إيه دلوقتي؟ أنا إذا كان عليا خطأ. وبعدين ما تنسوش إن دي أول تجربة ليا مع شاب. هي يا بنتي لحقت تتسمى تجربة؟ ده واحد جاي وعايز يدخل من الباب. ايوه، وعايز يتجوزك وبيقولك مهديله عشان يجي يكلم اخوك. بصراحه بقى هو ما عملش اي حاجه غلط. يعني هو انا اللي غلطت؟ ايوه طبعا. في حد يقول لواحد زي ده كلام سخيف بالشكل ده؟ طب ما انتوا عارفيني انا دايما كده مدب في الكلام واللي في قلبي على لساني. بس مش ده اللي في قلبك يا حبيبي. اللي في قلبك فعلا انك بتحبيه. مين انا؟ طب انا مش هدفعها. يا حبيبه ما تخليش القلق اللي جواكي يخليكي تاخدي المساله بهزار، وانت اساسا بتهري من جواكي. احنا صحباتك ولازم نكون صراحه معاكي. طب قولوا لي اعمل ايه؟ انا فعلا قلقان. امسكي يا عبود. ايه دي؟ المغات اللي بتحبه وده وقته اكيد. ما انا اكلت وشبعت وحمدت ربنا. اعملي لي شاي عشان احبس بيه. طب ما تحبس بالمغات افيد. يلا اشرب. احبس ولا اكبس يا اكيد؟ يا اكيد المغدة الواحد يشربه لما يكون جعان يسد جوعه، انما بعد الاكل ده كلاته ما ينفعش. اعملي لي شاي. طيب هروح اعمل شاي. انا هروح بس وارجع الاكنال. لا ما تخافيش مش هنام، بس بسرعه. قال مغد قال شوف عقل النسوان. والعمل يا بنتي يا شوشه. وانا مش سالتك قلتي لي بيحب المغاد. انت هتنطرزيني؟ فكري معايا احط لهم الازازه اللي بعتها حربيه على ايه؟ هي دي محتاجه سؤال؟ مش قلتي عايز شاي؟ ايوه حطيه له فيه بس زودي السكر شويه. سكر؟ ايوه. هو بيحب الشاي بس؟ ده على بختك. هات الازازه انت حطها فين؟ اها يعني هحطها قدام اللي رايح واللي جاي؟ خبيتها في وسط الكراكيب القديمه. طب اجري هات بسرعه قبل ما لجم الشاي. بسرعه احسن القاه نايم. امسكي اهي. حطي 20 نقطة، لا تزودي ولا تنقصي. طب عدي معايا. 1 7 18. بقى حد يصدق ان ده عصير جادة سودا وتيس منقرش؟ لا ويا تيل. شافوهمش وما بيسرقوا، شافوهم وما بيتحاسبوا. انا بستعجب على صنف الرجالة دول، بنتعب قد ايه عشان نقول الوصال.
رجعلك مبروكة يا حربية. حربية؟ لو انت وصلت لها يا بنت العمدة. طيب اخفي الازازة، خدي اخفي الازازة على بال ما اروح له بالشارع. يجعلوا بالقبول، ادخلي عليه بجبل وقبول زي ما هديت البراد للرسول. يا رب بلقاه صاحي من ابو شراب يا رب. كيد العنزة لنا من يوم، ايوه اف كيد العنزة لنا من ست سعدية. ايه اللي في ايديك دي يا شوش؟ دي ايدي ودي ايدي دي ازازي. ما انا عارفه يا اختي انها ازاز. امال زين ايه اللي في الازازه دي؟ انت ايوه جاي. الشاي يا سيد الرجال. من يد من اعدمه. اشرب. يا لهوي انت اتجننتي يا وليه؟ انا برضه اللي كلمت يا بنت العمده. حرام عليكي، بقى عايزه تضيعي الراجل في شربة ميه. فيها يا سعدية؟ وايه اللي انت عملتيه ده؟ حماتك من اللي حطيتهولك في الشاي. حطيت ايه في الشاي كده؟ ايه انا هحط ايه في الشاي؟ سكر ونعناع وشاي، هما بيحطوا حاجه تاني؟ هي يعني امها اللي مش طايقه وعادك. ومال ومش عيب جوزي، بس اللي ست حطيتهولك في الشاي مش سكر ونعناع، دي حطيت لك من الازازه دي اللي عاملاها حربيه، حربيه بتاعت الاعمال والسحر والشبشبه وعلم الرك. الكلام ده صحيح يا اكيدي؟ جرى ايه يا عبيد؟ ايه؟ قول انت الازازه فين؟ في ايدي ولا في ايدي؟ معناته ايه الكلام ده؟ انطقم انك لها. اسالها هي، وان ما جاوبتش انا بقى حدايا اللي تجاوب. بنت يا شوشي تعال خش جك خابط. قولي للحاج، قولي الازازه دي فيها ايه وجايبها منين؟ انطقم يا خال الدبان الازرق ما يعرف لك الشريك جري. انطقم. رايح فين بس دلوقتي يا عبيد؟ راح في الحته اللي امن على نفسي فيها من جنانكم، وادي حسوب، حسوب، انت زفت. نعمل 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 يا ابو الحاج. اختار محد الوكيد على دور العمده. خير يا حاج؟ خير ولا شر؟ انت مالك؟ تنافس اللي بقول لك عليه وبس. حاضر يا حاج، حاضر. تروح للعمده وتقول له يجيني حالا في بابور التحرير. بس لو قال لي بس يعني الصباح رباح قول له في الصباح هعمل له جرسه، هخلي فضيحته بجلاجل هو وبنته. تجيبه رجلك على رجله، فاهم؟ حاضر يا حاج، فاهم. مستني ايه؟ اياك مستني الاذن من بنت العمده. اياك هيبقى اخر عيشك في عزبه القبايصه. امشي جر. حاضر. امشي. حاضر يا حاج. طب عشان خاطر انا في المضيفه لحد العمده ما يجي. ابعدي عني يا سعديه، انا العفاريت بتتنطط قدامي. ابعدي عني، مش عايز اخدك بذنب غيرك. رمحت فيها يا اختي وديني وما اعبد، ما خليك على وش الدنيا لو فكر يطلقني. لو طلقك يبقى غلطان، لانه كده بيرحمك. اللي زيك لازم تبقى عبره للنسوان اللي اتهطلوا في نفخهم. هي حصلت هتعبي فسيادك يا بنت التمرج. انت مين بالله؟ لو فكرت تطولي لسانك ماني عامله خاطر لحد، وكل كلمه قصادها 10. ايوه، ولو رفعت ايدك ثاني ماني منزلها لك الا مكسوره. عيب يا نسوان اختشوا. أكلمه؟ طب مش يمكن لسه ما وصلش؟ طب ما هو طبعا لأن أبي لسه ما جاش. ما برضو لو أبي جه أنا مش هعرف أكلمه. وكلهم بيقولوا لي كلميه. أكلمه. صوته متنرفز، شكله كده زعلان. طب مش يمكن لما أكلمه يقول لي أنا مش عايزك؟ بعدين يا عبيطة بقى يعمل العمايل دي كلها ويغير عليك الغيرة دي كلها. يوه، أنا بالشكل ده مش عارفة أركز ولا عارفة أعمل أي حاجة في المذاكرة. أنا هكلمه بقى واللي يحصل يحصل. ألو، بوليس النجدة؟ نعم يا أختي. لا، هنا محل عصير قصب. اخفى عليك يا سيادة النقي. ايوه انا. وعايزه بوليس النجده ليه؟ ينجد قلب واحده حبيبها زعلها وزعلته وسابها ومشي. وبوليس النجده هيعمل لك ايه؟ يشد ودنه ويقول له عيب اللي انت بتعمله ده. هو برضه اللي بيعمل العيب؟ ايه ده؟ انت لسه مقموص؟ احنا هنتكلم رسمي بقى. انسه حبيبه، اسمعيني كويس، مش انا اللي اتقال الكلام ده. ماشي، طب اقوله لمين؟ وانا لا اعرف ولا عرفت حد غيرك. ما هو ده اللي مخليني مستحملك. هو انا عملت لك حاجه؟ وبعدين مش كفايه ان انا مش عارفه اذاكر؟
ايوه منك طبعا، امال من مين؟ عملتلك ايه بالظبط؟ بتتنطط لي وسط الكتب والملازم. الله، ده انت بتحبيني بقى؟ انا ما قلتش كده. بلاش دلع بقى، امال بتكلميني ليه؟ صعبت عليا عشان مشيت زعلان. ما يصعبش عليكي غالي، ما عنديش اغلى منك. يعني بتحبيني؟ اعترفي بصراحه. بصراحه انا مش طايقك. ولا انا طايقك، وانا كمان بكرهك من كل قلبي. ايه ده، انت بتتكلم جد يا طارق؟ طب اقفل. وبعدين لما انت مش طايقني بتكلمني ليه؟ اقفل. طب قول كده بجد، قول وحياة ربنا انك فعلا بتكرهني بصحيح. لو بكرهك اتحايل عليكي عشان تمهيد لاخوكي ان اجي اخطبك؟ بس بقى لو ما كلمتهوش. طيب طيب ما تكملش، انا اول ما يجي النهارده هكلمه. ما انت زعلان؟ حتى لو كنت دبحتيني كلمتك دي ترد لي روحي. حبيبه رحتي فين؟ رد عليا. كلامك ده سحب روحي وخلاها تطير في السقف. طب يلا ذاكري بقى عشان ما تقوليش ان عطلتك. ولو اتنططت لي بقى من وسط الملازم والمحاضرات. بيقفليها وكلميني. يبقى تخلي الخط مفتوح احسن. لا ده انت بتتلككي، مش عايز دلع، عايز خطيبتي تنجح بامتياز ولا ايه؟ تصبحي على خير. امال فين عابد؟ اوعاك تكون كسلت ولا خفت تطلع الجبل؟ معقول يا ابو الحاج؟ انا طلعت وقلت له زي ما انت قلت لي بالحرف الواحد، الحاج عبيد بيسلم عليك يا حاج عابد وبيقول لك حتما لازما تدلى الوكيد الوبور عشان عنده مشكل مع العمده ومحتاجك. امال ما جاش معاك ليه؟ انا مش جاي لك ما تجيش الا ورجلك على رجله. هو قال لي اتدلى يا مخيمر وانا حصلك. اتدلى ولا ما اتدلاش يا حاج؟ هو حد يقدر يتني كلمي الحاج عابد؟ طب غور غور من وشي غور. خير يا حاج عبيد؟ الله، مش كده امال يا راجل؟ بالعقل. عقل هو الواحد عاد فيه عقل؟ اديني سمعت كلامك ورحت لكل واحده فيهم وقلت لها كلام حلو من اللي يدوب قلب الحجر. سمعت كلامك وقلت اعدل. كان جزاتي ان واحده منيهم تسجني عمل وماني عارف اصله من فصله. ما تاخدش في بالك يا راجل، تلاقي بالكتير صبغه حمرا شويه نبش فراخ مدوبهم في ميه، بلا عمل بلا كلام فاضي. الله، ما تروق امال. مش حروق ولا يهدلي بال الا لما اجيب ابوها العمده هنا، وان كان يرضيها كده يعني هيبقى لي تصرف تاني. طب على بال ما يجي ممكن تتمدد شويه؟ لا، انا هروح لابور وانت استريح شويه عشان شغل الصبحيه. يعني سيبك لوحدك يا حاج عبيد؟ ان كنت بتهزني صح همني السعاده، عايز اختلي بروحي. مبروك يا سيد محمود محمد احمد. مبروك على ايه بقى؟ طلباتك مجابه كلها. تقريبا. تقريبا ده ايه؟ واحنا هنمشيها بخت؟ ما هو يا اما كلها يا اما في حاجه مش موافقين عليها. هاتي من الاخر. بالنسبه للباسبور اتوافق عليه ومفيش اي مشاكل. اه، يبقى المشكله بقى في السفر لقبرص. ما في مشكل. يبقى في الفلوس هيتكلموا معاك فيها. وانا مش هسمعه. هبلغه. بالمناسبه السفر لقبرص امتى؟ يعني هنبقى نقول لك. قبليها طبعا. لا، واحنا واخدينك على المطار. مين اللي جايين هناك دول؟ انا يا عمده. مين؟ الحاج عابد؟ ايه اللي نازلك الساعه دي؟ ده انا اللي كنت هسألك، الحاج عبيد بعت لي ليه؟
اكيد فيه مصيبه عملتها البت اكيده. معقوله يا عمده؟ دلوقتي تسمع وتشوف. قال يا خبر بفلوس. الحقونا يا ناس، يا خرجوه الحقونا يا ناس. يا بخيمه فين خيمه؟ الحج عبيد المامور كل دراعه، والحج عبيد اخوي اخوي. ابحث سلامتك يا اخوي. محدش يلمسك، حد يجيب الاسعاف بسرعه. اسعاف ايه يا عمده؟ ده سايح في دمه. اجري يا ولا هاتوا دكتور. هيجيبوا دكتور منين السعاده؟ يجيبوه من مطرح ما يلاجوه، ان شاء الله يجيبوه من بطن امه وبسرعه. عاد وان ما جاش معاك طخه. انت بتعمل ايه يا جدع انت؟ كمل يا عمده. ده بيربط الدراع عشان يوقف سيل الدم. كمل يا نور، كمل يا ولدي. اطمن يا حاج، سليم ان شاء الله. يو 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 يو، ايه اللي بتهببه ده يا ابني؟ قلت لك همله يا عمده. اهمله كيف؟ يا كرشه بغسلها بالميه. انا بغسل الجرح عشان اشوفه. وتشوفه ليه عاد؟ دكتور انت ولا باش حكيم؟ همل الراجل. يا لهوي يا ستي السعاده، اتكلم بينا كله يا جمل. يا سعاده يا راجلي، ده هي ست منك ليها؟ هتفضلوا تقولوا وتبشروا على الراجل؟ هو اللي عايزاني نعمل ايه؟ همي منك ليه؟ اشوفوا راجلكم في ايه؟ معاك الرقم يا واد يا حسوب؟ انا جيت على الكارته بتاعي طبعا الحاج. طب يلا بينا على الوبار. يا ست منك ليها؟ خش البسوا حاجه تستر. ايوه صح يا ريح، جيب العواقب سليمه يا رب. لازم امبيوتيشن. بتر الدراع ده. انت مالك يا جدع انت؟ انت حاشر نفسك ليه؟ امبيوتيشن لا يا دكتور. انت عارف لك كلمتين انجليزي هتتفلسف عليا بيهم. مين هيمضيلي على بتر الدراع؟ اخوه يمضيلك يا دكتور. المهم الراجل ما يروحش مننا. محدش يمضي يا حاج عابد، الدراع ممكن يرجع سليم. ممكن الكلام ده يا دكتور؟ ممكن، بس انا ما عملتش الجراحه دي قبل كده. ومين اللي ممكن يعملها؟ كتير، بس اللي عملها قبل كده واحد بس. مين هو؟ دلني عليها. صعب جدا تجيبوه، لان الحكومه نفسها مش عارفه تجيبه، لانه هربان من حكم بالاعدام. ما اعتقدش، هو مستحيل يظهر نفسه. مين هو يا دكتور؟ الدكتور انور عبدين. باه، وده هنجيبها منين دلوقتي؟ امضي يا عابد. لا يا عابد ما تبديش. امضي الطيار، اخوه مش هاكم ينزل لحد ما يقوم. ما حدش هيمضي. ها؟ وبعدها لك انت بقى اسمك ايه؟ انا الدكتور انور عبدين. يو يو يو، دماغك اتهطلت؟ معقول؟ انت الدكتور الهربان اللي بيدوروا عليك؟ ايوه يا حاج عابد، نور هو الدكتور انور ذات نفسه. ايه؟ وانتش عرفت بيه؟ انت ناسي ان ابويا كان شغال تمركي عند الدكتور انور زياده عن 15 سنه؟ يبقى ربنا بعتك مخصوص عشان خوي ويجعل في ايديك الشفا. يلا بينا. ثانيه واحده، العمليه بتاخد حوالي 10 ساعات، مش كده يا دكتور؟ مظبوط، ويمكن اكتر. ولو حد في البوليس شم خبر ان الدكتور انور موجود، ممكن ما يخلوش يكمل العمليه. طب وطلباتك ايه يا دكتور؟ انا ماليش، اسالوا الدكتور انور. تأمني المستشفى 10 ساعات يا حاج عابد، انقذ فيها دراع اخوك ردا للجمايل بتاعته، وبعدها تيجي الحكومه تاخدني، يجي عزرائيل ياخدني، ساعتها مفيش مشكله. مخيم امرني يا حاج. اطلع الجبل،
قول للرجالة كلها هتنزل بسلاحها وتحصني على الاستقبالية. قومك يا حاج. بينا رجالة نشيل أخوك. مدير الاستبالية دي فين؟ بالليل مفيش مدير، في دكتور نبطشي. حلو، لأن 10 ساعات وقت العملية يكون المدير ده وصل. تمام؟ تمام. شاور لنا على أوضته لو سمحت. تاني أوضة بعد الممر. حسان، دياب. أمرك يا كبير. على الأوضة اللي شاور لنا عليها الدكتور. أمرك. في دكاترة تاني هنه يا دكتور؟ أيوه، في الدكاترة بتوع الاستقبال، ودول ورديتهم بتخلص الساعة 9 الصبح. عبد الله! زناتي، أمرك كبير! على أوضة الدكاترة، وتفهموهم إن محدش هيخرج منهم واصل لحد ما تخلص العملية. يعني بالعربي الخارج منهم مفقود. أمرك! كل ده يا عابد يا ولدي؟ لحد ما تخلص العملية ونطمن على الحاج عبيد. ما هم قالوا لك إن هو أحسن جراح في البلد كلتها في مهنته، لكنه راجل حط رقبته على كفه وقدمها لحبل عشماوي لأجل ما ينجز ذراع أخوي. نقوم نسيبه يا عمدة؟ ده رد الجميل إياك. روح معاهم يا عمدة وفهمهم إحنا مش قصدين بيهم شر، لكن اللي حيركب راسه ويعمل لي فيها ابو زيد زمانه مش حيلحق ولا حتلحق تلم بقايا جد تواصل. ها جاهزين يا جماعه؟ جاهزين يا دكتور، بس بصراحه يعني مش معقول نعمل عمليه تحت تهديد السلاح. السلاح ده مش ليكم، ما تفكروش فيه. وما بيحموا مرتهم في شكل حمايتهم ليا. يا جماعه العمليه صعبه وهتكون طويله ومحتاجه كل ذره تركيز. يا اما ننسى اللي بره ونفكر انهم فعلا هنا لحمايتنا او خصوصا لحمايتي انا، يا اما نلغي العمليه. وبرضه ده مش هيزعلني، ايه رايكم؟ لا يا دكتور، دكتور احنا متابعين كل اخبارك، حلوها ومرها ومعجبين جدا بحضرتك. طب لو في قلب كل واحد فيكم ذرة إعجاب ليا، فرحوني وساعدوني إني أنجح على إيديكم، إني أوصل اللي ربنا خلقه موصول وقطع المكان. اتفضل يا دكتور. توكلنا على الله. سلام عليكم يا رجال. هيجي منين السلام وإحنا متهددين بالسلاح؟ معاش ولا كان اللي يهددك يا دكتور. ورجالتك اللي حاطينها دول ليه؟ بيلعبونا عسكر وحرامية؟ حلوة منك يا دكتور. العمدة قال لي انك عايزني. ايوه، عشان تسمع بنفسك تذمر وقلق الدكاترة. وانا تحت امرهم. اسمع، اولا كل اللي انت عملته ده تحرك اقتصاد، ودي كلها جرائم بنات مش جنح حتى. ده غير التليفونات اللي قطعتها. انت ايه يا اخي؟ قطع طريق؟ خلصتوا حضراتكم كلامكم. شوف يا اخويا منك له، أنا لا عايز منكم حاجة ولا بهددكم واصل. ما اللي أنت بتعمله ده ليه؟ بشتري سكوتكم عن زميل ليكم. يد أخوي محتاجة شطارته وإلا حتنقطع، ولو أجرته 1,000,000 جنيه حدفعها. بس الدكتور المسكين ده حياته مش ملكة، ملكة حبل عشماوي. واي صوت حيخرج منكم بوجوده حتى من صدر واحد فيكم لنفسه حيخلي البوليس يحاوط الاستباليه ونخسر رقبه الراجل، وقبلها اخسر يد اخوه. يرضيكم ده؟ انتم تحبسنا انت ورجالتك؟ وليه بتسميها حبس عام؟ سميها انكم مضايفين رجاله الليله دي. واللي عايز يشتري سجاير ولا يشتري عشرة، ودول لازمتهم ايه؟ امر يجيبوا لك اللي انت عايزه. واللي عايز يكلم بيته يصوم يصبر
يصدر عن الكلام لبيته الكام ساعة دولي، وده جميل حشلهوله في رقبتي العمر كلاته. وبعدين يا حضرات، اللي أنا بحاجي وداري عليه ده زميل ليكم انتم مش ليالي. يا ولد أمرك يا كبير، انزل البندر انت وغفير من غفر العمدة، وهات أحلى عشاء للرجال وأغلى دخان وكل الطلبات تحت أمرك يا كبير. أنا شغل ده واجب عليه. نعم انتم ضيوف يا رجال، صحيح الاستبالية بتاعتكم، بس أنا ضيفكم فيها بلادي. بعد يا رب ايش فيه، وخذ بيده يا رب يا رب بيده يا رب. سعدية روحي عشان تطمني على اولادك احمد واختها. لا يا عاد، انا مش مرتعت عني هنا الا لما اطمن على راجلي. اسمع الكلام يا سعدية وروحي دارك. لو ليا خاطر عندك يا عابد سيبني جنب راجلي. هملها يا عابد، هملها يا ولدي. اجيب لك لقمه ولا كوبايه شاي يا سعديه؟ وهو فيه جوف عاد ولا فم يبلع يا بالعمده؟ مسألة طولت قوي يا عمدة، فكرك حصل حاجة؟ علم علمك يا عابد يا ابني، ما نواقف وياك اهو. استر يا رب، اللهم سترك وعفوك ورضاك، اللهم سترك وعفوك ورضاك. اللهم اني لا اسألك رد القضاء، ولكني اسألك اللطف فيه. يا لطيف يا لطيف. الشاي يا حضرة العمدة. قدم للحاج عابد في الأول يا لطخ. حاضر. الشاي يا حاج. ما يصحش يا ولد، الكبير في الأول. مد يدك وخد الشاي يا عمدة. اتفضل. تشكر يا حاج عابد، أنا قلبي مش مطمن. النهار شكشك والبلد صحيت والاسبيتاليا الناس هتبقى عليها ياما. ما تخافش يا عمدة، كل حاجة معمول أحسبها. المدير ومستنظرين الرجالة، ودكاترة الليل مش هيخرجوا من المستشفى واصل، واللي جايين أول ما هيشوفوا السلاح هيترعبوا من الخوف. ما احنا كمان خايفين. خايف على العمودية عمدة؟ لا، أنا خايف العملية ما تكملش، يبقى لطولنا بلح الشام ولا عنب اليمن. ما تخافش على العملية لأنها حتكمل بإذن الله، ولا تخاف على العمودية يا عمدة، لأن أي عمدة حيفكر ويحطوه مطرحك حنشيله هو والكرسي بتاعه ونرميه في النيل. طول ما ظهرك عابد ورجالته نام وشخر وحط ببطنك بطيخة صافي. وبعدين يا حاج عابد، الأمور كل مادة بتتعجد. وبعدها وياك يا عمدة، أذكر الله وخليك محضر خير ومال. المهم عندي تتم العملية لأخوي، وبعدها تولع الدنيا باللي فيها، ما عاد شي يهمني. ساعة ونص وبنت التمرجي تبقى ولا شجرة الدور، والعملية بتاعي أكيد
هسيب الراجل ده من يدك كده؟ لا، فيها لخفيها علي وعلى أعدائي. حسوب حسوب، عايزة حاجة يا أكيدة؟ عايزة قضيلي حاجة يا أبا. أي حد من رجالتي تحت أمرك يا مرات خوي. إن شاء الله تسلم يا سعادة. خلي الرجالة يحموا الدكتور. أنا بس كنت عايزة يسوق الكريتة لحد الدار أطمن على أولاد أخوك لا يتسرعوا. حسوب نعمل نعملها يا ست الستات. فين يا مخي؟ كنت بقضي طلبات للرجال يا ست. حضر الكريتة. حاضر حاضر وحاضر يا ست. مش عايز حاجة يا ما. عايز سلامتك وسلامة جوزك يا بنتي. صوتكم عافية. وقف الكريتة يا حسوب. حاضر. إيس على مهلك يا سيدي، على مهلك على مهلك. إيه قولك في اللي يديك 400 جنيه؟ إيه والنبي أنت فايقة ورايقة يا ست. 500 والنبي يا ست. الله لا يسيئك، ما تعشمنيش وتخليني أحلم. كفاية اللي أنا كاتمه في قلبي وساكت. بص يا مدهول، دول 10 ورقات بمية، 1000 جنيه بتوعك. لو ايه يا ست الكل؟ اموريني اموريني ان شاء الله اتبحلك نفسي، بس استنى عليا اخش على البيت الساعه. انا لا، عايزك تعمل لي مشوار صغير. لو حد دري بيه مش بس هتبحك، هشرب من دمك كمان. مش عيب يا ست الكل، ده انا لحم اكتفي من خيرك. اموري. عاوزك توصل لحد المديريه دلوقتي حالا. المديريه خبط لزق كده؟ ايوه، تبلغ عن الدكتور الهربان من حكم الاعدام. يا ستي بس ازاي وهو بيعمل عمليه في دراعه ابو عبيد؟ هيكون خلصت عقبال ما يروح ويجي وهم يتحركوا. بس تقول لهم اللي خافيه ومسطره عليه سعديه بنت التمرجي بتاعه. فهمت؟ لا مش فاهم، ازاي بيعمل عمليه في دراعه ابو عبيد وازاي اقول لهم اللي خافيه مراته؟ يا احبل، ما هو هيكون ساب الاستبليه. هيروح فين؟ يا اما وابور الطحين يا اما عندنا في الدار. مظبوط سليم. هتقول لهم انه مستخبي يا اما في بور الطحين يا اما في الدار. فهمت؟ انا هقول لهم اللي انت بتقول عليه ده وخلاص. بس يلا ابجيني. عايز كام؟ النص قبل ما اروح والنص بعد ما اجي. لا، نص بعد ما تيجي الحكومه. طب خلاص ماشي كلامك، ابجيني. ايه ده ايه ده يا ست؟ ايه ده يا ست؟ نص الفلوس الالف جنيه. نص الفلوس دول ما ينفعوش ببصرة، دول ما ينفعوش 500 جنيه حتى. ما انت لما هتاخد النص التاني وتلزقهم في بعض هيبقوا 1000. وانا لسه هلزق. يا ساتر يا رب، ده انت دماغك وعره قوي يا ست. يلا بلاش رغي ولكاعه. مش هوصلك. لا، انا راجع على الاستبليه. اتكل انت على الله. حاضر. ما اشوف من فينا يا خلال الدار يا بنت التمرجي بتاع الحجن. دم ياخدك. يعني انت متاكد من الكلام اللي بتقوله ده يا اسمك ايه؟ خدامك حسوب. طبعا متاكد يا سعاده الباشا. وهو فين دلوقتي؟ سيبته في الاستبالية بيشطب عمليه. يعني هربان وراح يعمل عمليات؟ ده اللي انا شفته يا سعاده الباشا. حتى الدكتور بتاع الاستبالية اتعرف عليه وكان بيكلمه زي المخبرين ما بيكلموا سعادتك كده بالظبط. استاذن انا بقى سعاده الباشا. لا، انت هتشرف معانا شويه. يا خلفاو، اطلب لي إدارة تنفيذ الأحكام في مصر. معلش يا أنا عايز أمي. يابا فينك يابا؟ بطلوا زن يا حبايبي ولا هوديكوا عند أبوكوا وأمكوا. معلش يا أنا عايز أمي. اخس عليك يا أحمد، ده أنا جايبة لك عسل. كل وأنا أوديك عند أمك. فيا يا حبايبي. إيه؟ ساد ساد. شوف أنا جايبة لكوا إيه؟ توفي وفندام وكراميل وبراغيث السيف. مش عشان تجرسكوا، لا عشان تاكلوه. وهعمل لكوا سد الحل. ايه رايكم بقى؟ ايه يا جوح؟ يا نين عين مرات ابوكي، زعلانه ليه؟ هجيب لك ازازه مانيكير وازازه ريحه. وانت عايز ازازه مانيكير؟ لا، انت راجل. لا، عايز ازازه ريحه. مين عيني؟ انت تقبر يا احمد. يا سلام، خد دول كمان عشان في السير في السير. وانت عشان ما تزعلي. يلا يلا يلا، هيصوا هيصوا واضحكوا هيصوا. جلسه بدل حل من المحال. بتبرطمي تقول ايه يا بنت يا سوسه؟ ما بقولش حاجة يا ست الكل، بس الحنية اللي هبطت عليكي فجأة على عيال ضريتك. هبطت عليكي سهوة من غير لا إحم ولا دستور. هما صحيح ولاد ضريتي،
بس ما تنسيش ان ابوهم جوزي. انا مش ناسيه يا ست الستات، بس يا ريت انت تفتكري ان امهم كلها ساعه زمن وتعاود، وكل اللي بتعمليه معاهم كانك بتحرتي في البحر، لا البحر وسع ولا نابت غير وجع ايديكي. الكلام ده لو امهم رجعت. ست سعديه جرى لها حاجه؟ لحد دلوقتي لسه الحمد لله، بس كله حسب التسهيل، وتسهيله عجب. فيا يا سوس زعلانه؟ عندك حق، ما انتوا من طب واحد، هي بنت التمرجي وانت بنت الحلاق، يعني من جوتنا لمقص. يا قلبي لا تحزن. وعلى راي المثل اتلم تنتن على تنتون. وليه الغلط ده بقى يا سيدي؟ ده مش غلط، ده مثل. امشي امشي نجرح، ملي فنجان قهوه يعمر دماغي قبل اللي ما يشتري يتفرج. يتفرج على ايه يا سوسه؟ عليكي وعلى اللي خلفوك يا سوسه. الوليه دي لازم انا عامله حاجه، اقطع دراعي ان ما كانت عامله ملعوب. وملعوب ايه؟ ما يخيبش. يا ناري لو اعرف عامله ايه. ادخلوا بس بالكتم. ناس عيال اللي بره في الاستباله يا جدع، كلها ساعة زمن وتدللهم. يعني العيال هيستنى؟ اللي ما يقدرش يستنى يموت. الله خبريه خش. هي الحكاية بالظبط؟ ما يكونش الإرهابيين استولوا على المستشفى؟ يا أخي إرهابيين إيه أنت كمان؟ هو إيه اللي بيحصل في المستشفى؟ حد يفهمنا يا جماعة. الحكاية رغم بساطتها فإنها شديدة التعقيد. هوب سكيز زي ما بتقول. صباح الخير. اهلا وسهلا، اتفضلي يا دكتور. ارجو اني ما كنتش جيت في ميعاد مش مناسب. بالعكس، احنا منتظرينك بدري عن كده. هالة قالت لي انك انت جايه تغيري على الجرح بنفسك. الحقيقه مش عارفين هنرد جمايلك انت والسيد الوالد ازاي. يا هالة. ايوه يا حسام. الدكتوره نيفين وصلت، اتفضلي. يا صباح الطب البشر. اهلا يا حبيبه، عامله ايه وعامله ايه في علم النفس؟ يعني هغير قريب. ايه هتدرسي امال؟ كلهم وصفوا لي الطب البيطري، قالوا لي ان هو ده احسن حاجه تنفع مع بني ادمين اليومين دول. ممكن بقى تبطلي غلبه. اتفضلي يا دكتور. ازيك يا مدام هاني؟ ازيك يا دكتوره؟ يلا يا حبيبه تعالي ساعديني غير على الجرح. لا لا انا ما اقدرش، ده انا لو شفت الحاجات دي يغمى علي، حتى اساليهم. دي ما تقدرش تشوف فرخه مدبوحه. يا ريتني كلمت الممرضه تسبقني. أنا أقدر أساعد حضرتك. هاي يا سيادة العميد؟ آه طبعاً، أمال إيه؟ ألو؟ أيوة، دي واحدة. أبي حسام، أبي حسام. أيوة حبيبي. طارق على التليفون وبيقولوا إنهم لقوا الدكتور الهربان في بني سويف. ألو؟ أيوة طارق. ها؟ ها؟ طب تعالى لي بسرعه ما تتاخرش، واتصل بيهم قول لهم ما حدش يتحرك ولا يعمل اي حاجه لحد ما نوصل. مع السلامه. انا اسف، ما كانش مفروض ان حبيبه تقول المعلومه دي قصادك. طيب ممكن تاخدني معاك بني سويف؟ بس ما بسش ولا حاجه، لو خدتني معاك هيبقى فيها فايدتين. الفايده الاولى ان انا مش هتهمك انك قتلت قمر. دكتوره نيفين، أنا مش وظيفتي إني أقتله. أيوة بس لو هرب منك هتضرب عليه رصاص. رصاصة في الهوا، لو ما استجابش هضرب على رجله، غير كده ممكن أتحاكم. والفايدة التانية إن لو أنور شافني هيسلم نفسه. عشان خاطري يا حسام تاخدها معاك، عشان خاطري. كراهية هالة، إيه اللي خاطرك وخاطرها؟ ده شغل ما فيهوش خواطر. بعدين ده خطر عليها. خطر عليا من سيادتك ولا من المساعد بتاعك؟ لا يا دكتورة، من خطيبك. ده هربان من حكم بالإعدام، يعني يائس. والياس والجنون وجهين لعملة واحدة. أنا ما اقدرش أعرف رد فعله هيكون إيه. ده لو كان مسلح. أو مش مسلح، أنا ما أعرفش هو فين أو معاه إيه. عن إذنك، لأن وقتي ما يسمحليش إن أنا أتكلم كتير. يا سيادة العميد، عربيتي هتكون سريعة، دي 6 سلندر، أرجوك خدني معاك. أنا آسف، لأن ده يبقى ضد القانون. أيوة بس في حاجة اسمها روح القانون، استعمل روح القانون مرة واحدة بس لأنها فيها فايدتك.